السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في سوبر ماما. فيديو النهارده هنعمل مع بعض تنظيف عميق للبوتاجاز، يعني مش هنسيب حته فيه مش نظيفه، هننضفه تنظيف جامد جدا، هنرجعه جديد نوفي بجد. بصوا بقى، انا جايبه لكم الادوات اللي انا مستخدماها، اهم الادوات اللي استخدمتها في تنظيف البوتاجاز. بصي انا جايبه دلوقتي في وصفه كده، خلطه انا بعملها مع نفسي، بخلطها مع بعضها وبحطها في بخاخ وبستخدمها، بتبقى حلوه جدا معايا وبتلمع الاستلس وبتبقى رهيبه. وفي طبعا السيرتس ده انتوا عارفينه، بس انا بستخدمه في اضيق الحدود يعني عشان خاطر بحس ان هو ايوه السيرتس بحس ان هو بياكل شويه من الاستلس او يعني بيجرح البوتاجاز شويه، فانا بستخدمه في الوقت اللي بيكون عندي دهون كتيره قوي. ده كنت جايباه باللافندر، وكنت جايباه بحوالي 27 او 30 جنيه مش عارفه. ده كنت جايباه من الهايبر ماركت او محلات المنظفات. بصوا مكتوب ان هو بيستخدم لكذا حاجه، هو بصراحه حلو جدا، كان حلو معايا في الشفاط واستخدمته برضو في الحمام في البانيو، كان تحفه في كذا حاجه كده استخدمته فيها كان حلو، بس انا حسيت ان ممكن يجرح لي البوتاجاز شويه، فبقيت استخدمه في الاماكن اللي فيها دهون قوي. وهنشوف مع بعض دلوقتي انا هستخدمه ولا لا، وهوريكم بستخدمه فين، امتى بستخدمه وامتى بستخدمهوش. وبصوا الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها دي وصفه حلوه بقى، بستخدم فيها الخل والميه والصابون السائل اللي انا بستخدمه، بريل بقى، اوكسي، اي نوع صابون سائل انت بتستخدميه بتحطيه هنا بقى مع يعني بتحطي ربع كوبايه من الخل وعليها بقى الصابون السائل برضو حبه مش كتير قوي، ربع كوبايه برضو، وبتزودي الباقي بقى ميه، بتخلطيهم كويس مع بعض وبتستخدميهم. الخل بيدوب الدهون وحلو جدا، وكمان بيمنع ترسب يعني اللي هو الصابون السائل بيترسب على الاطباق وعلى المواعين وعلى الحاجات اللي احنا بنستخدمها، فهو بيمنع الترسب بتاعها ده، فحلو جدا، بيخلي ان مفيش بقايا من الصابون السائل تبقى موجوده على الاطباق او على الكوبايات او على اي حاجه بنستخدمها، فهتعجبكم بقى ان شاء الله. غير ان هو بيلمع الاستلس بطريقه رهيبه. بصوا معايا الاسفنجه دي، ومعايا الفرشه اللي هي بخزان دي، حلوه جدا بحبها جدا بصراحه، بس جايبه منها اتنين، واحده في الحمام واحده في المطبخ، وبستخدمها حلوه جدا معايا، بملاها بالصابون السائل او اي حاجه وبدوس من هنا من فوق، بتنزل لي عامله زي ديسبنسر كده، بتنزل بقى على المكان اللي انا بستخدمه. ودي بقى الفوط اللي هي المايكروفايبر دي كانت 12 فوطه مع بعض، مش فاكره كانوا بكام بصراحه، كنت جايباها من محلات المنظفات او الهايبر ماركت، بتلاقي الحاجات دي موجوده. بصوا انا بستخدمها في تنشيف البوتاجاز، او ساعات بستخدمها في ان انا بنضف بمسح بيه بقى اللي هي ايه، اي بقايا على البوتاجاز، بقايا اكل او اي حاجه، فكنت بستخدمها بالفوطه دي. بصوا انا بعمل بيها ازاي، فوق بجيب الفوطه بحالها كده كامله وبقطعها نصين. بصوا انا هوريكم حجمها الاول عامل ازاي، هي كبيره كده عباره عن اربع قطع، ممكن تقسميها اربع قطع براحتك، بس انا بحب اقسمها على اتنين عشان بحيث انها مديها سمك معايا شويه، ما تبقاش رفيعه قوي، فبقسمها من هنا بالظبط كده من المقص، وبستخدمها بقى نصين، نص مثلا بستخدمه بمسح بيه بقايا البوتاجاز او الحاجات اللي هي اللي بتبقى موجوده على البوتاجاز يعني، سواء بقى بقايا اكل او حاجه، فلونها بيبقى مش حلو وبتبقى باظت مني، فبرميها بقى، وبستخدم بقى واحده تانية جديده من اللي هي النص التاني، بنشف بيه بقى البوتاجاز، بنشف بيه اللي هي العيون بتاعته او الحوامل، بيبقى حلو قوي. وطبعا معايا اللي هي الليفه دي الليفه ناعمه، غير الليفه الخشنه دي، ليفه سلك ناعم، اسمه سلك ناعم مش ليفه، سلك ناعم. ده كان عباره عن 10 قطع مع بعض، كنت جايباهم من هايبر ماركت، بس بصراحه مش فاكره كانوا بكام، سعرها ما كانش غالي، بتتجاب من هايبر ماركت برضو او محلات المنظفات. حلوه قوي، عباره عن لفائف كده بتستخدميها تنضفي بيها وبعد كده بترميها، بصراحه حلوه جدا. ومعايا برضو طبعا الجوانتي دوت، انت طبعا ممكن تستخدمي اي جوانتي عادي، بس انا بستخدم الطويل دوت اللي موجود معايا، بستخدم الجوانتي الطويل الموجود معايا دوت، بيمنع بقى ان هو اي حاجه توصل على الكم بتاعي، او يعني بيحمي الدراع كله. وكمان الجوانتي دوت
هو في منه مقاسات، فانتي حاولي تجيبي المقاس المظبوط ليكي، عشان ساعات الاستك بتاعه بيبقى ضيق على الايد شويه. الاستك ده من هنا هو مبطن من جوه وحلو، يعني بيمنع ان اي حاجه توصلك من المنظفات اللي بنستخدمها، انها منظفات قويه جدا وبتاثر على ايدينا وبتعمل تشققات وبتعمل جفاف للايد جامد جدا وممكن تعمل التهابات. فاحنا لازم نلبس اي حاجه في ايدك وانتي بتنضفي البوتاجاز او تستخدمي اللي هي المنظفات اللي بقولك عليها دي. وبس كده، دي المنظفات اللي انا الادوات اللي انا استخدمتها. يلا بينا نشوف هنستخدم مع بعض ازاي. ده كده عندي البوتاجاز، انا كنت سايباه، كنت تعبانه فسيبته حبه كتير يعني ما استخدمتوش، واغلب اللي فيه يعني ما نضفتهوش يعني، فاغلب اللي فيه كان عباره عن رده العيش وقهوه فايره عليه وشويه دهون كده خفيفه مكان قلي البطاطس وتحمير البطاطس وكده. فهوريكم هنضفه ازاي دلوقتي. بس اغلبيه اللي فيه زي ما انتم شايفين الرده بصراحه بتبهدل البوتاجاز جامد، يعني انا مش عارف، نفسي حد يقول لي حل للرده بتاعه العيش دي، مبهدلالي البوتاجاز على الاخر شايفين. وطبعا هي القهوه فارت، فقلت بقى نضفه معاكي وانه متبهدل كده عشان نعرف الفرق. بس انا طبعا في الطبيعي مش بسيبه المنظر ده خالص، بنضفه على طول ما بسيبوش كده، لولا بس يعني عشان بس كنت تعبانه فكده اللي حصل يعني. وعشان برضه اوريكم الفرق، اول حاجه هستخدم الفرشه دي وهنضف بيها الحوامل كويس جدا والعيون، يعني هنضفها من الرده واي بقايا عليها عشان اعرف اشيلها واغسلها. هنضفها مع بعض كده كويس جدا من غير يعني على الناشف كده. ايوه كده بالظبط زي ما انتم شايفين. هنضف كل حاجه، الرده واي حاجه واقعه على العيون والحوامل. تمام، شايفين الفرشه بقت عامله ازاي. دلوقتي هستخدم الخلطه عشان لو في بقايا ناشفه شويه ما طلعتش يعني ايه اشيلها، وكمان عشان اطر البوتاجاز يعني عقبال ما انا اغسل العيون والحوامل والحاجات دي انقلها في مكان تاني، هتكون ايه طرت البقع والبقع تبقى سهل ان انا اشيلها بسهوله. هحط على الازاز وهحط يعني، بصي الخلطه دي بتحطيها على اي حاجه براحتك، ما بتبقيش خايفه زي السيرت. شايفين اخر الازاز كده فيه حته ألمونيا كده، مش عارفه دي تقريبا ألمونيا، فحطيت عليها فعملت لي بقع كده فما رضيتش استخدمه تاني على البوتاجاز في الجزء ده بالظبط يعني. انما على الحوامل نفسها وعلى المكان حلو قوي يعني، جربته كان حلو. دلوقتي هرجع اعيد عليها تاني بعد ما بخيت عليها بالخلطه. بس كده بعد ما خلصت خالص اتاكدت ان الحوامل مش عليها اي بقايا او اي حاجه، هبدا اشيلها دلوقتي واشيل العيون. كده شلت عيون البوتاجاز، هوريكم دلوقتي هنعمل فيهم ايه. طبعا هتشوفوا انتوا شكل البوتاجاز دلوقتي ومتبهدل على الاخر. دلوقتي روحنا عند الحوض، هشيل بقى اي حاجه موجوده عندي على الحوض، هقفل الصفايه بتاعه الحوض وهمليه يعني هامله الحوض ميه تكون دافيه شويه سخنه علشان تقدر تدوب الدهون معايا بسهوله. واحط العيون كمان في الحوض. كده حطيتهم كلهم، دلوقتي هضيف البريل بتاعي او الصابون السائل بتاعي، يعني هضيف منه كده من العلبة على طول بحيث ان هو يبقى تقيل مش ما يبقاش مخفف. وهحط بقى شوية خل كده عليهم كلهم في المية عشان يدوب لي اي دهون موجودة ويسهل عليا تنظيفه. شايفين كده، هسيبه بقى حبة مع نفسه وهرجع للبوتاجاز تاني. كده رجعنا للبوتاجاز، هستخدم بقى الوصفة بتاعتي في البخاخة وهبخ على البوتاجاز كويس جدا وهبدأ بقى بتنظيفه. شايفين البقايا عاملة ازاي، بقايا الردة واي اكل متبقي على البوتاجاز كان واقع. هوريكم بقى نعمل ايه دلوقتي. دلوقتي جبت فوطة اللي هي المايكرو فايبر اللي قلتلكوا عليها، بلم بقى اي بقايا واقعة كده على البوتاجاز وبغسلها. دلوقتي بعد ما انا بنضف جزء جزء،
دلوقتي خلصت الجزء دوت واستخدمت السلكة بتاعتي اللي هي الناعمة اللي وريتها لكم. دلوقتي انا شايفة ان الدهون خفيفة والحمد لله كانت سهلة معايا المرة دي. هو بس البوتاجاز متبهدل من ردة العيش، كان شكله وحش جدا. هلم دلوقتي البقايا كل اي حاجات طلعت من التنظيف بالفوطة المايكروفايبر وهغسلها وانشفها واجيبها تاني. بفضل بقى الم واغسلها وانشفها واجيبها تاني وانضف بيها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي اجيب منديل بس انضف الم بيه البقايا اللي هي ناشفه مش راضيه تتشال معايا بالمايكروفايبر. هبدا ابخ تاني من الوصفه. وبعدين انا لما بنضف بالمنديل بقدر اشوف البوتاجاز ايه الاماكن اللي فيها دهون انا مش شايفاها وعليها صابون، فلما بمسح بالمنديل بيبين لي انهي اماكن الموجوده. فانا بنشف بمنديل مطبخ، فوطه مطبخ عاديه اللي هي المنديل، وبيبين لي بقى فين الاماكن. زي ما انتم شايفين كده انا عرفت اماكن الدهون فين حوالين العيون كده بالظبط. فببدا اشيلها بالسلكه الناعمه دي بسهوله. هتطلع معانا دلوقتي. ايوه كده، هي اماكن الحواف كلها هي اللي بيبقى فيها الدهون، بقى مترسب عليها اي دهون من التحمير والحاجات دي. وطبعا الازاز بتاع البوتاجاز بنغسله كويس جدا. هبدا انشف. كده رجعت للحوض تاني اشوف بقى الحاجات اللي انا الحوامل والعيون. هقلب الحوامل عشان تاخد الجزء التاني يدخل في المية ويتشال منه الدهون يعني، عقبال ما نغسل العيون. كده عيون البوتاجاز بغسلها كويس جدا بالليفة، الليفة الخشنة، الليفة السلكة الناعمة، سوري يا جماعة، السلكة الناعمة والفرشة، دول بستخدمهم في ان انا بغسل بيهم العيون. الفرشة دي بتوقع اي بقايا اكل، بتشيل اي حاجة ما تبقيش عارفة تدخلي يعني تنظفيها بايدك او بالسلكة، فالفرشة دي بتنظفها فحلوة جدا. انا كده بنظف اكبر عين في البوتاجاز. هو بوتاجازي 4 عيون زي ما انتوا شفتوا، هو صغنطوط شوية بس بحبه جدا بصراحة. اللهم بارك. كده خلصت العيون كلها. هبدأ اشتغل في الحوامل. بستخدم فيها نضفت الاول بالفرشة، وبعد كده دلوقتي بستخدم السلكة الناعمة. هبخ عليه تاني بالوصفة بتاعتي عشان يبقى ايه حاجات كده تقيلة عليها متركزة على الاماكن اللي فيها دهون وتتشال معايا بسهولة. انا غسلتهم بقى مع نفسي عشان اتاكد ان كل حاجه بقت تمام. بصوا منظرهم اهو بعد ما اتغسلوا، انا نقلتهم بره عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. وكده العيون والحاجات حطهم ينشفوا. تعالوا نغسل الحوض بقى قبل ما العيون والحوامل تنشف. نرجع بقى الحوض بتاعنا بعد ما غسلنا فيه البوتاجاز والدهون بقى والحاجات الجميله دي. تعالوا ننضفه مع بعض. هوريكم بلمعه ازاي، بلمع الستلس والخلاطات بتاعتي ازاي برضو بنفس الوصفة الجميلة اللي انا مستخدماها دي. ببخ كده على الحوض كويس جدا. وفكرة البخاخة دي حلوة جدا بجد، لازم تجربوها. والخل كمان بيفرق جدا في التنظيف، اي حاجة استلس الخل بيفرق فيها جدا. انا عندي الخلاطات استلس وعندي الحوض استلس وطبعا البوتاجاز استلس، فهيفرق معاكم جدا في التنظيف. وحتى في الحلل وانت بتنضفي الحلل بتحطي شويه خل كده بترجع جديده، والكاتل برضو كذا حاجه كده بترجع حلوه قوي باستخدام الخل. هوريكم دلوقتي الفرق. بصوا العيون بقت العيون ايه، بصوا الخلاطات بقت بتلمع ازاي، ما شاء الله بقت تحفه. والحوض كمان بتاعي بقى بيبرق ما شاء الله، اللهم بارك بجد. يا رب بس تكون استفدتوا من الطريقه بتاعتي وتكون عجبتكم، واكون كده كنت خفيفه عليكم وتكونوا حبيتوا الطريقه بتاعتي.
دي كده الصفايه بتاعه الحوض اكيد عارفينها. هرجع بقى كل حاجه مكانها. ده طبعا الديسبنسر اللي كنت جايباه من مشتريات ايكيا. هنضف الرخامة حول المكان العيون والحاجات دي، هنضفها كويس. وطبعا الدش بتاع الحنفية ده انا كنت جايباه في مشتريات برضه، هسيب لكم اللينك بتاعه، حلو جدا وعجبني، عجبني جدا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو اهم المشتريات اللي جبتها ونفعتني، وايه المشتريات اللي جبتها وما عجبتنيش ان شاء الله يعني باذن الله. بس كده نضفت الحوض كويس قوي. بصوا شايفين بقى بيلمع ازاي اهو. طبعا فرقت معايا اللي هي الوصفة اللي قلت لكم عليها دي، الخل بيعمل حاجة رهيبة بجد يعني، ما شاء الله بجد بيفرق جامد في التنظيف. يلا بينا بقى نرجع ننشف العيون عشان نركبها على البوتاجاز. كده انا بنشف العيون معاكم بالفوطة المايكروفايبر اللي وريتها لكم. هنشف بقى الحوامل والعيون، عيون البوتاجاز كويس جدا. وهوريكم برضو عشان في كذا حد قال ان احنا ما بننضف البوتاجاز بالطريقه دي العيون بتاعته بتبوظ وما تبقاش شغاله والاشعال بيفصل. انا هوريكم دلوقتي بعد ما كمان اخلص البوتاجاز، هوريكم هشغل لكم البوتاجاز ونشوف العيون شغاله ولا لا. بس كده نشفتهم كويس، يلا نركبهم على البوتاجاز. كده انا ركبتهم عشان برضو حاسه ان الفيديو طول مني شويه. انا ركبتهم على البوتاجاز وجبته لكم ووريه لكم بعد ما ركبت كل حاجه عليه. بصوا ما شاء الله بقى نظيف جدا ازاي، وانا شغلت العيون اهي عشان تشوفوها. قولوا لي ايه رايكم فيه بقى. بس كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي باي.